نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. أفادت مصادر إعلامية وموظفون عاملون في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد اليوم أن السفارة الأمريكية في العاصمة تعرضت لقصف بصاروخين. يأتي هذا عقب زيارة مفاجئة أجراها الرئيس الأمريكي لقوات بلاده في العراق أمس بمناسبة عيد الميلاد، وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته، وعقب أيام من إعلانه سحب القوات الأمريكية من سوريا. ترامب يفاجئ جنوده في العراق. جاء ليشكرهم على جهودهم في دحر تنظيم الدولة الإسلامية. كرر الشكر أكثر من مرة. ابتسامات الجنود تلاحقه أينما تجول في قاعدة الأسد الجوية. حتى ميلانيا التي تعودنا على رؤيتها عبوسة برفقة ترامب كانت فرحة بهذه الزيارة. زيارة تفاجأ بها الجميع إلا بغداد. يقول مكتب رئيس الوزراء إن السلطات الأمريكية أبلغته بالزيارة قبل موعدها. لكن قبل الموعد بكم؟ ربما بدقائق. الأمريكيون تعودوا منذ 2003 على الهبوط في العراق دون استئذان من أحد وحتى من دون موعد. أيا يكن الأمر، فترامب لم يلتقي عبد المهدي بسبب خلافات حول كيفية تنظيم اللقاء. يستدرك مكتب عبد المهدي بالقول إن ترامب دعا رئيس الوزراء لزيارة واشنطن. زيارة لن تكون مفاجئة بالتأكيد، فسيحدد موعدها في وقت لاحق. أما مكوث الأمريكيين في العراق فلا موعد لانتهائه. ترامب يقول إنه لا يخطط للانسحاب من العراق. العراق بالنسبة له خط المواجهة الأولى مع إيران، وقد يكون قاعدة للتحرك نحو سوريا. سوريا هي العنوان الكبير الآخر في زيارة ترامب. لم يفته الدفاع عن قرار سحب قواته منها، ولم يفته كذلك التذكير بأن هناك من الدول الغنية من عليها أن تدفع ثمن الحل في سوريا. Rebuilding Syria will require a political solution. إعادة بناء سوريا سيتطلب حلا سياسيا، وهو حل ينبغي أن تدفع ثمنه دول الجوار الغنية، ليس الولايات المتحدة. دعهم يدفعون، وسوف يفعلون، سوف يفعلون ذلك. في الواقع على الأرجح أنكم قرأتم أن السعودية تعهدت أمس بالفعل بتقديم أموال كبيرة للتنمية. ثلاث ساعات أو أقل قضاها ترامب في قاعدة الأسد في محافظة الأنبار، منطقة يحمل معها الجنود الأمريكيين ذكريات سيئة قد تكون سببا في سؤاله عما إذا قد ساوره القلق لدى وصوله. كانت هناك مخاوف بشأن مؤسسة الرئاسة وليس مخاوف شخصية. كانت لدي مخاوف بشأن السيدة الأولى. سيتذكر الجنود جيدا هذه الزيارة. صورة هنا، توقيع على قبعة هناك، لا يختلف في تعقيده عن المشهد المضطرب في المنطقة.